السلامة ومرحبا بكم في الحلقة الجديدة والعدد الأول من برنامج ثري ستارز. برنامج ثري ستارز نجيب كل حلقة موهبة في الغناء، في التمثيل، في الرقص، اللي عنده موهبة في التيك توك ولا في الانستغرام ولا أي موهبة في الاختصاص ثقافة، وعليش ليه سادة في الشعر، في الخواطر، في السلام، ولا أيضا في المنكة. تذكركم تجب تشاركوا معنا في البرنامج تاعنا على طريق الميل تاعنا اللي هو thrusters.tunisia@gmail.com thrusters.tunisia@gmail.com، وتجب تتفاعلوا معنا أيضا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك، تجب تشوفونا عشان يوتيوب. ضيفتنا اليوم في البرنامج The Stars هي شاعرة تونسية، باش نتعرف عليها أكثر تفاصيل بدايتها. خلينا نستقبل معنا الشاعرة التونسية أمل سفاعي. أمل، مرحبا بك. مرحبا بك. مرحبا بك في برنامج The Stars. شرف لي نكون متواجدة هنا. أمل، قبل ما نبداو نتعرف عليك أكثر، عملنا لك بورتري قصير، باش نتعطيو فقرة بورتري في الدار، بعد تعاود نرجعو نحكيو نتعرفو عليك أكثر بالتفاصيل. وجيتي نتعطيو توا فقرة البورتري، بعد تعاود نرجعوكم في البرنامج ثري ستارز. أمل السبيعي، ماجستير عربية اختصاص أدب، منشطة ثقافية بالمركز الجامعي للفنون الدرامية والأنشطة الثقافية حسين بوزيان، شاعرة في بداية الطريق، لإصدار أول بعنوان ثثرة قلم، وإصدار ثاني بعنوان أحزان محرمة. ورجعنا لكم بعد بورتري في البرنامج ثري ستارز. مرحبا بك أمل. مرحبا بك أمل. هل الشعر بالنسبة لك كانت حلمة ولا هواية؟ هي كانت حلمة في البداية أكيد، وهواية في نفس الوقت، لأني بديت منذ الصغر وتسقلت الموهبة دي إلى أن أصبحت يعني والحمد لله شاعرة الآن، وتحقق الحلمة. كيفاش تحققت حلمك؟ من مغرومة من صغيرة؟ أكيد منذ الصغر وأنا نكتب في الشعر وفي القصائد، ونعطي لأساتذتي أكيد تصلح لي، وناخذ نصائح ونقد أكثر مني تجربة، إلى أن أصبح عندي هوس أني نطمح أني أكون شاعرة ونكون عندي مكانة في الساحة الثقافية، وأن أكتب القصيد بأتم معنى الكلمة. أمل، شيء نوع الشعر تكتب فيه؟ والله هذا هو السؤال اللي ممكن يحير، لأني أنا ننتصر جدا إلى قصيدة النثر، أنا نكتب قصيدة النثر، في بعض الأحيان نكتب العمود، ولكن ديما عندي قصيدة النثر هي عندها أولوية كبيرة في حياتي، لأنه الشاعر تعرف أنه ما يتقيدش بحر معين أو وزن معين، فقط أن تكتب كلاما من القلب يصل إلى القلب. شادي عصفور أمل قالت لي اللي انت مغرومة بمحمود درويش، صحيح ولا؟ أكيد أكيد. قل لي أمل، شنو هي آخر ديوان قريته محمود درويش؟ أنا في البداية مغرومة محمود درويش ومغرومة بنزار قباني، عندي أنا زوز شعراء هذوما بالنسبة لي يمثلوا قدوة، قمة، حاجة نستلهم منها الكثير. آخر ما قريت محمود درويش أكيد ديوانه المتعارف عليه لا أريد لهذه القصيدة أن تنتهي، وديوان أيضا لماذا تركت الحصانة وحيدة. أعطينا بالنسبة لك كانت مقطع قصير مثل قصائد محمود درويش. لماذا تركت الحصانة وحيدا يا ولدي كي يؤنس البيت يا أبي، لأن البيوت تموت إذ غاب سكانها. إذا من أكثر المقاطع تعجبني في قصيدة في ديوان لماذا تركت الحصانة وحيدة. أمل، أصدرت كتابين سوس كتب، أصدرت كتب، هو ثلاثة القلم وأحسن محرمة. لو كنت تحكينا شوية على السوس الكتب باختصار. ثلاثة القلم هو أولى إصداراتي سنة 2017 مع دار نقوش عربية، المجالها تحية كبيرة. الحلمة اللي تحققت عندي أنا لأنه أول خطوة ما عندها وقع خاص في قلبي، وثاني إصدار
أحزان المحرمة الصادر أيضا عن دار نقوش عربية في جانفي 2020 اللي كان حفل التوقيع متاعه في مدينة الثقافة. زوز إصدارات دوما يعني لي برشا لأنهم عصارة سنوات جمر وصارة حلمة كبيرة استمرت لسنوات وسنوات عدة. زوز إصدارات أنا عندي أنا مولود أول مولود ثاني ما نخيرش حتى حد عنه. قد حدث في إصدار جديد معناتها؟ إصدار جديد أكيد إصدار جديد شغلة بش تكون رواية بش تكون عندها نفس شعري إلى حد ما ولكن ديما الشعر موجود وإن كتبت الرواية أكيد بش تكون نفس شعري موجود فيها وحاجة إن شاء الله تكون خفيفة تظل على الناس وإن شاء الله يربي من الأعجيبهم أكيد هذا هو نسمح له ديما. واضح بيه أمل أمل تو بش عندنا فقرة اللي هي فقرة موهبة اللي هي فقرة التالنت باش نتعرفوا على الموهبة اليوم البرنامج ثلاث ستارز اللي الناس قاعدين يبعثونا ويشاركونا تذكرهم تسجلوا تبعثونا وتشاركونا على الميل تاعنا thestars.tunisia@gmail.com ولا تسجلوا تبعونا تشاركوا معنا على صفحتنا على الفيسبوك ولا تسجلوا تحطوا شيء موهبتكم وتجيو بحثينا ان شاء الله في برنامج نعطيو الان فقرة ثلاث تالنت بعد رجعكم في برنامج ثلاث ستارز. في فقرة ثلاث تالنت كما تعرف أمل في كل حلقة باش نجيبو ثيف معنا. ثيفنا اليوم في برنامج ثلاث تالنت شاب اسمه عطالة دميشري. مرحبا بيك عطالة. مرحبا بيك عايشك. مرحبا بيك معنا في برنامج ثلاث ستارز. عايشك وسعيد. الحمد لله. حسب رأيك عطالة شو مغروم شيء ما هو بدو جاي نعمل اليوم ما نعرفش انا حاسه كاينو هكا يغني يعمل هكا في شو وهكا ماش احنا نعرفش انا خليني نتعرف عليه في تفاصيل قبل ما تعطيو البورتري تاعكم باش تشاركوا معنا على برنامجنا اللي هو thestars.tunisia@gmail.com الايميل تاعنا والعدد باج تاعنا فيسبوك اللي هو thestars نمشي تفاصيل البورتري نتعرف على عطالة ورشينكم عطالة هنمشي جديد ويتون نقرا باك تكنيك في ليسي الشابي وان شاء الله بنجاح مغروم بالكتيبة نقرأ تياتر نترين اليوت ومغروم بالكتيبة على الاخر على الاخر على الاخر كسوة راب سلام خواتر بديت نكتب اللي عمري 13 سنة وغرام بتطور بشوية بشوية وإن شاء الله نخلط البيوت اللي في راسي باش نحقق أهدافي عندي حلم قبل كان هو اني نخرج كتاب نسميه بيجي وان شاء الله يا ربي انا بديت فيه وان شاء الله نكمله ونخرج كتاب بيجي نحب نولي شاعر هذايا حلم من احلامي وزيد نحب نولي ممثل على خاطر مغروم بالتمثيل على الاخر واش عليكم بعد في داخل البورتري تالنت تعرفنا اكتشفنا على موهبة عطالة عطالة نويشري عطالة مرحبا بيك مجددا قل لي عطالة من وقتاش تخرمت بالكتاب من عام 60 في الكوليج تخرمت بالكتابة وقتها أول مرة نكتب في حياتي ونكتشف معناه لي أنا نعرف نكتب ونعرف نخرج حاجات اللي نحس بها كسوسوا على ورقة وإلا في تليفون كيفاش أول مرة كتبت كونتيسيون؟ أول مرة ذكرها نحن في الحومة عنا بيار مستي أنا مغروم معناها باللي جو نمشي مع أولاد الحومة كل شيء أنا بحكم وقتها صغير نمشي مع أولاد الحومة نلعب وكل شيء نهار من نهارات وأنا معناها معروف غاديك ملاعبي على الأخر معناها قوي على الأخر غاديك نهار من نهارات جي خرجني الحكم على خاطر عمري أقل من 18 سنة نهارتها بكيت روحت للدار شديت بيتي نهارتها بالرسمي حسيت وجايع من داخل حسيت العباد اللي عمرها اكثر من 18 سنة روحت للدار ورقة وستيل وخرجت اللي حسيت الكل كتبته في ورقة بعدها بمدة كي جبتك الورقة ونقرا فرحت على الاخر عطالة انت قلت مغروم بالخواطر والسلام شكون شجعك في الدومين هذا باش تعمل الخواطر والسلام؟
الحقيقة أول مرة أول واحد شجعني عندي صاحبي اسمه لؤي طيش تحية ليه. أول ما كتبت وقتها عامتها وليت أنا ويا صحاب وليت نكتب أنا وياه من الأول بدينا نكتب معناها في راب وكل شيء. بعديك تلمينا جروب كاملة وعملنا جروب واحدة ولينا نشاركوا معناها في سلام خواتر نكتبوا مع بعضنا كل شيء وان بليس معناها الدار مشجعيني وكل شيء. كيفاش تلاقي روحك؟ قد قلت قبيلة في البوكتري تمثل؟ نعمل تمثيل في أديان سبيكرز، نعمل نقرة تمثيل في إندان تيرا راب، وطولي فرماسيون الكل مع مسيو نزار. نزار لك شو في المدى الحال مشهور تحية نزار. بيه سؤال، كيفاش تلاقي روحك بين تمثيل بين الكتابة بين الكتابة؟ تمثيل مغروم به من قبل، معناها ملي صغير نحب نولي ممثل، وملي صغير بيوت في راسي اللي انا مش نمثل ونقراها تمثيل وكل شيء. والكتابه غرام تغرمت بها، معناها جت بريود اللي انا عرفت روحي نعرف نكتب، والحاجات النيجاتيف اللي نحس بها كل شيء كان خرجها في ورقه وستيل ونتفرج. علاش اخترت في دخولك التجربه هي تجربه خواطر وسلام؟ على خاطر انا بحكم نزلت صغير عمري 18 سنه، ديما نحب نجرب حاجات جديده حاجات ما عملتهاش. بحكم انا نسكن في حي شعبي وكل شيء حي تظام، ديما نحب نبعد من الانتوراج هذاك وكل شيء، نجرب حاجات ما عملتهاش قبل، كوسوا كامبينغ روندو نترين نكتب سلام نمثل اي حاجه تجيني في مخي باش نعملها نعملها. بالنسبة لك انت الخواطر والسلام تش بتعطيها المعنى المستقبلي؟ والله ايه ما خممتش فيها الحكاية، اما اي توا اي على خاطر توا وليت كل ليلة بعد ما نروح للدار نشد بيتي نجبد ورقة وستيل ونكتب نكتب 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 ليطلع الصباح بعد كان نرقد، معناها حاسة عندي حاجة في مخي نحب نعملها ما بين سلام وراب، ويمكن نحب معناها ردها مهن الحاجة دي. باش نتعطي توا الفقرة اللي هي باش نشوف الخواطر تاعك. اوكي شي باش تعطينا توا؟ عندي خواطر وسلام ذي من اكثر حاجة حسيت بها واكثر حاجة عجبتني كي كتبتها. فكركم تنجم تشاركوا معنا على الايميل تاعنا thestars.com ولا على الصفحة الرسمية على الفيسبوك thestars. نشوفوا ما هو بقى عدل الله ونعطي نرجع. عندما أتقن فنكم السخيف سأعيش معكم في هذا العالم المقرف، عندما أقنع نفسي بستر قلوبكم ونظافة عقولكم أنا ذا يمكنني المواصلة الطريق معكم والسير نحوها. قد أكون وحيدا بائسا غير مهتما بهذه الحياة بقذارتها، قد أكون مجنونا تافها ساعيا لتحطيم الآمال غير أنني أسعى لتحقيق أهدافي مصالحي، وأطمح لفساد خلوتي وتحطيم أعدائي، وأفضل أن أعيش تائها مع نفسي، فوحدتي لا تؤلمني لا تحرمني لا تجعلني غامسا في بركان حزن، وأنها لا تشكل لي عائقا من التحدث مع مرآتي مع عقلي، مما جعلتني أثق بنفسي وأجعلها هي سوادي. علاش هكا؟ علاش وليت هكا؟ وليت نخزن في الأحزان ونقعد ونتكى، وليت نحس الناس الكل كل بسقة في اللفان ونمحيهم كل وسخة فك الحكة، وليت نجرح من غير ما نخمم ونخرج الكلمة من غير ما نوزن، وليت بكلام الزايد نتحمم والشر متاعي الكل خبيت، وليت نحكي مع شيطاني النهار استدعاني وريتو، وقتها جا ضمير متاعنا وقلنا عميتو زيد بيكم الشاي ومخاخكم هربت بيكم. علاش وليت الظلام نحب وعايش فيه نبدا نخطط شنيا باش نعمل وشكون نضر، قلباني وش باش نحطم وعلى دم نمر، قلقت فديت وروحي طلع فيا احاسيس خايبة يمشوا يكبروا معايا. علاش وليت نحزن في الاوقات الكل، وعلاش وليت ما نصدق حد كان روحي، دنيا الكل ما والدنيا هذه الكل ما تعدني حتى شي، تعرفوش علاش هاني باش نحكي لكم هم، تخدرت من اعز اصحابي حسبهم اخواتي ونعطيهم عينيا في وقت الغسره، واقف معاهم مش مزيه على خاطر العشره
وين اللي راه بيه؟ كنت مستعد نضحي بروحي على خاطرهم، اما مش مشكل يصير على الرجال. بعد العثرة هذي تشنيا صار، وقتها روحت للدار شديت بيتي، وقتها في قلبي برشا جروح برشا كلام ما لقيت لي شكون باش نبوح. جبت ورقة وبديت نخنت بنرص ومنقطع نكتب نتمتع، بشوية بشوية جرح الكل من داخل بدا يخرج، في كلام على أوراق في حروف وأسطر في كلمتي بدموعي، أما في الواقع نكتب في سيناريو قساوات حياتي. في عيشتي الكل محليت عيني اللي حرقت القلب، وريت من وقتها وليت نحس مهما تكون قيمتك في الدنيا هذي عندي ما تسويش، وليت ما نفرقش بين الكذب والصدق بين المحبة والكره، وليت ما نفهمش بين الخبث والنفاق، وليت نخزر ناس الكل كيف كيف لدرجة ضريت من الحب وما عادش نحبتي حتى روحي ما نحبهاش، وليت أناني وكرهت الدنيا عاد، وليت نحب نبارتاجي برشا شر للناس مهما يكون نوع الشر، وليت نخلبس في كلامي وما نزنوش وما تهمنيش مشاعر الناس، وليت ساقط وتعشبني هالكلمة وياليتها تولي كنادي، وليت نحب الشر ونكره الخير، وليت نعمل في الحرام وطيشت الحلال، ما عادش نلوم روحي على غلاطي زعما علاش، انا اللي مشيت معاهم على نيتي ومخي ما خدمتوش، خدمت معاهم قلبي اما هما ما نفعوش ما حبوش، ولقوا فيا ضربه ضربوني ما رفوش ما حسوش، وشر متاعهم خرجوه وما حشموش. علاش انا تحبني نحشي؟ ليه مش نحاشي؟ مش نعيش هكا ونبقى هكا مش نموت هكا؟ سئمت المماطلة وانا في قمة حزني، وسئمت نفسي وانا في منتصف الطريق، نظرت الى مرآتي لأعاتب نفسي انتقم من جسدي واحرقه، فكيف ذلك اعيش؟ فكيف ساقوم بذلك؟ ليت يعود بي الزمان والمكان، لماذا؟ لقيامي بهداية نفسي، للتحدث مع من في داخلي، لقراءة افكاري وذكر روايتي، نحب نحاسب روحي نلقى حل باش نصفي قلبي ونعاود نحيه من جديد، وقتها نولي عبد جديد وبروح جديدة، تو يجي الوقت هذاك ونحسبو ذاك العيد، نحب نعبر على روحي ما لقيتش كيفاش، نحب نحاسب نفسي على فحال ما ننساهاش، نحب ننتقم من ذاتي دي زعما علاش، نعيش في نفس الحكاية مع روحي علاش ما توفيش. كما استمتعنا بهذه كيفاش نقولوا خواطر بركة ولا خواطر اسلام؟ خواطر اسلام. امل حسب رايك سمعنا انا وياك الخواطر اسلام تاع هو كيفاش تعطينا تقييمك لعبد الله بالنسبه لخواطر اسلام؟ هو رو كلمه تقييم كبيره ياسر، لانه عندي انا صاحب الموهبه هو اللي قيم ذاته بداية، ونعرف نحن البدايات أكيد فيها برشا عثرات إلى أن تسقل الموهبة، وعندي أنا أي موهبة تثمن منجموش نحن نقيموه أو ننقدوه، يعني الكلمة تحسها كبيرة ياسر من الأول، ولكن نصلح ما يجب إصلاحه ونوجهه إلى حد ما حتى إذا سن له تدارك الأمر. أنا أكيد نشجعه ونقوله يعطيك الصحة على اللي قدمته، مجهود وموهبة تثمن، ولكن فما شوية غلطات خلينا نكون واضحين وعذرات. من الأول كي بديت بالعربية عجبتني البداية الكل، لكن كي بديت تقرأ بسرعة رو الإلقاء مش سرعة إنك مش حد قالك وقت معين أو لا، تأني حتى يتسنى المستمع إنه يعني يدخل معاك في عالم آخر ويبدأ في سلطنة. حاول إنك تعيشك الكلمة اللي كتبتها اللي هي طبعاً من روحك من قلبك، فأنت يعني لازم الإلقاء يكون قد الكلمة، ولكن إنك مزجت بين الكتابة باللغة باللهجة العامية عفواً والكتابة باللغة العربية هذا يثمن ويحسب لك، لأنه هالمزج هذا جميل باش يوصل إحساس ما أعمق. عجبني روحك الموجودة في الكتابة، وكما قلت لك المزج الموجود بين العامية والعربية عجبني وجميل، ومش أي حد نجم إنه يجده، ولكن فقط إنك تتأنى في الإلقاء مش أنت أصلاً تسمع روحك والآخر يعيش معاك اللي تحس فيه ويتقاسم معاك. أمل قديش تعطي النوت؟ ممكن للتشجيع نعطيه 7
نعطيه 7 معني نحب توصل 9:30 إن شاء الله إن شاء الله مراشيت ودي بإذن الله وإن شاء الله مراشيت جينا نشيني بحاجات أخرى بيه عبد الله الكتيبة متاعك مربوطة بحالتك أنا مغروم بالكتيبة مكثرية نكتب على حاجة حاسة مربوطة على الأخر نبدأ بفرحان نكتب لك على حاجة مو فرحة على الأخر نبدأ حزين وصاد نكتب لك على حاجة حزين نبدأ ديب نكتب على حاجة ديب على الأخر مربوطة مكثرية الحاجة اللي نعيشها هنا نكتبها طول ما نخممش الجملة عبدالله شكون تحب توصل تكتب فيه عندك شيء رسالة شيء اللي شكون تحب توصل الكتيبة مكثرية كتيبتي أنا نكتب على روحي باش نقيم روحي ونعرف شنو هي الأخطاء اللي عاملها أنا قبل ونصلح من روحي أكثر من هذه نوصل في حاجات علاش ديما كيبدأ عندك إنرجي من داخل تخرجها في حاجات نيجاتيف علاش ما تخرجش في حاجات بوزيتيف كما التياتر كما السلام كما الراب كما الدونس نحب معناها الناس توصل للوعي باش تولي تخرج في حاجات بوزيتيف وتبدأ شيخة معناها على الحكاية ذيك واضح بيه يعطيك الساعة عبد الله اللي كنت معنا كلمة ختام شو تحب تقول نشكركم على الضيافة هذيا ومحلاة اكسبيريونس محلاة على الاخر ونحب نشكر اصحابي معناها هما معناها على خاطر عاونوني بدو معايا وكل شيء ونشكر الدار تحية لحياة الضام عليك ما شيء قبل ما نودعك عندك شي تحية سبيسيال تحب توشها والله تحية سبيسيال مكثرية لاصحابي وعائلتي على خاطر هما اللي كانوا معايا وعاونوني على الاخر على الاخر كان ما جوش هما راه ما نوصلش للمستوى هذا الجمل يعطيك الصحة عبد الله ميرسي بوكو عايش مشاهدينا الكرام اذكركم تنجموا تشاركوا معنا كما عبد الله شارك معنا وبعث ايميل تاعنا اللي هو sense.spontaneous@gmail.com تنجموا تشاركوا يعطوا ما هو بقى في الموسيقى في الغناء في التمثيل في السينما في الاخراج في اليوتيوب في تيك توك اللي خايف تنجموا تبعثونا على الميل تاعنا sense.spontaneous@gmail.com واحنا نعاود نكلموكم وتشوفوا تشاركوا معنا ايضا على صفحتنا الرسميه على فيسبوك thestars.spontaneous@gmail.com واحنا نعاود نكلموكم وتشوفوا تشاركوا معنا ايضا على صفحتنا الرسميه على فيسبوك thestars فقط في تالنت شانلكم في البرنامج thestars ومعنا ضيفتنا امل سبي امل شيء تعني لك المركز الجامعي للفنون الدرامية حسين بوزين المركز الجامعي للفنون الدرامية والأنشطة الثقافية حسين بوزين يعني لي الكثير البدايات اللي عرفتني على برشا عباد وبرشا عالميين وجه لهم تحية من المنبر هذايا لأنه الانطلاق كان بحسين بوزين انطلاق أنه الناس تعرفني وأنه دور النشر تؤمن بي كان من حسين بوزين حسين بوزين عندي أنا البوابة الثقافية الإبداعية اللي خلتني نتعرف على عدة مجالات وعدة أشخاص في الساحة الثقافية أمل مش تعطينا مقطع من مقالة أبيات شعرية بالنسبة لك أنت نتعرف عليك أكثر شبارك ممكن نبدأ بالنص اللي أنا نحبه ياسر اللي هو صدفة ليل صدفة ليل صدفة ليل حين التقيته اعتملني شوق درويشي فأخمدته حين اقترفنا الظل سويا غابت تفاصيلك في عتمة الذاكرة واندثرت في السماء شهابا صدفة ليل حين التقيته عزفته موسيقى اليمام تترنم على وقعها كلمات جرح امشي حافيا فوق الحطام ما وجدت سواك عاصمة للأحزان صدفة ليل حين التقيت الله الله يعطيك الصحة محلى القصيدة تاعك هذه صدفة ليل باش نصورها فيديو كليب قصيدة وممكن هي اللي اخترتها وفضلت على برشا نصوص شعرية أخرى لأنها الأقرب إلى قلبي وتعني لي الكثير والكثير احكي لي شوية انت شكون باش يصور الكليب
هي كان اقتراح من جمعية ياسمين الإبداع الثقافي، نوجه لهم طبعا تحية كبيرة، تحية كبيرة طبعا لجمعية ياسمين الإبداع الثقافي، رئيستها أستاذة سمية الطالبي، وكافة الأعضاء المتواجدين في الجمعية، نوجه لهم تحية كبيرة جدا وشكر جزيل لهم، لأنه كانت الفكرة من عندهم هما. قالوا لي أمل لي ملا ما تقومش بتصوير فيديو كليب شعري على أحد نصوصك، يعني اختاروا أنتي، وكان عندي حرية الاختيار، فاخترت النص الأقرب إلى قلبي واللي يعني الكثير، اللي هو صدفة ليل من إصداري الأول ثرة قلم، إخراج المخرج الشاب غيث الفهري، تحت إشراف طبعا رئيسة الجمعية سمية الطالبي، والأعضاء المتواجدين معاهم اليوم نخبز ده من الشباب المبدع اللي يؤمن بالنضال الثقافي والأدبي والشعري والفكري. فتم تسجيل الصوتي في الاستوديو في مقر الجمعية، ثم انتقلنا إلى تصوير الفيديو كليب اللي كان تصويره في المدينة العربية بالمعمار متاعها المتميز، بجمالها، بفن المتواجد فيها. عندك كتير عندك سيدة باش تعملها بعد؟ بعد صدفة ليل فيديو كليب، فما حاجة جديدة؟ أنا أكيد مؤمنة بمقولة نيلسون مانديلا يلي يقول فيها: يبدو الأمر في البداية مستحيلا إلى أن يتم إنجازه، والحمد لله إلى حد ما أنجزت ما أرنو إليه، ومازال طبعا الكثير من الأشياء من قبيل أني نسعى لما لا إلى تنشيط إذاعي وتنشيط تلفزي في يوم ما قادر نسعى له رويدا رويدا. فقط أن نختم مع الأنشطة الموجودة توا في الوقت الحالي مع جمعية ياسمين الإبداع الثقافي، ومع جمعيات أخرى يعني اقترحوا علي برشا اقتراحات مهمة، إن شاء الله يا ربي نتمم معاهم، نكمل روايتي، وإن شاء الله نسعى إلى الحلمة الجاية، واللي الحلمة عمرها ما تقف، فقط أن الإنسان يسعى. يعطيك الصحة أمل. شكرا. أمل، كلمة ختام تخليك للناس يتبعوا فيك، شو تحب تقول؟ وقتاش نشوفوا الكليب صدفة الليل؟ إن شاء الله الفيديو كليب الشعري إن شاء الله باش يكون جاهز في الأسابيع القادمة، لأنه يتطلب أكيد برشا خدمة، مونتاج وما إلى ذلك من التقنيات. إن شاء الله رواية باش تكون حاضرة زادة في مدة قليلة إن شاء الله قادمة، باش تكون هي إصداري بإذن الله الثالث. كلمة الختام ممكن نوجهها للجمهور العزيز والأحباء الكرام، نختم مقولة لطالما كررتها في كل المحافل الثقافية: لكل امرئ فيما اختاره نصيب، وما اختيارنا إلا شعر به نسافر عبر الدنيا لنعود من جديد. مع تحيات أمل السبيع. يعطيك الصحة أمل. شكرا، نورتنا وشرفتنا، مرحبا بك في كل وقت في برنامج سيرسرس. مشاهدينا الكرام، هكا نوصلوا لختام برنامجنا. قبل ما نختموا حبيت أذكركم أنتم سادة تشوفوا تكونوا معنا في البرنامج سوستارس، كما عبد الله كان معنا ضيفنا اليوم في الحلقة الأولى في البرنامج، تشوفوا أنتم سادة تكونوا معنا في برنامجنا. كيفاش تعملوا؟ تشوفوا تبعثونا على الميل تاعنا اللي هو sostars.tunisia@gmail.com، sostars.tunisia@gmail.com. لازم تتفاعلوا معنا ايضا على صفحتنا على الفيسبوك تاعنا اللي هي سوستارس، وايضا لازم تتفاعلوا معنا على اليوتيوب تاعنا اللي هي القناة الرسمية تاعنا. حبيت في الختام نشكر ضيفتنا معنا امل سبيعي اللي كانت معنا في برنامجنا، حبيت نشكر سيدة حبيب حجام الكوافير تاعنا العمل الحجام تاع اليوم. نتقابلوا ان شاء الله الاسبوع القادم ان شاء الله على قناتي الرسميه على اليوتيوب، وان شاء الله ينالت اعجابكم. قول لكم بالسلامه. ميلاد الفنا افنى فتفنى مع الكتابة، أكون فتكون خريطة قصري وسليلة عرشي، نولد لنفنى وحين نفنى نولد من جديد، حين ارتكبنا خطيئتنا الأولى اختال المدى مداه. أما ها أنا أسمع ترنيم المعابد القديمة، أراني هناك أحلم بلعبتي والضفيرة
أمه، حان لقاؤنا فنتلحى في الفضاء ونشرب رحيق النجوم حتى يرجع الصدى صدى وتندثر همسا قصائدنا الحزينة. أمه مد يدك، أمه مد يدك، مد يدك إلى مدائن الحب واطردي شيطانا رجيما كان قد ارتشف حبرنا المقدس وبنى وبنى قبرنا العتيد. أمه أختيلت القصيدة، نسينا مهدنا الأول فهوينا وهوينا مجدنا التليد. أمه ظلنا كئيب كغريبين في فصل الشتاء يتسكعان في مدخل الحمراء، فعادنا الأثير العابر إلى الحياة حينها حينها مسحت جرحا، حينها مسحت جرحا ونزفت ثانيا في السماء. أمه هذا الكون، هذا الكون بلا قافية والقصيدة تتوجع. فجرا رحلت وغروبا تركت والصمت فيها كالجاذب. سحى لوركا هيا قدس تنهد درويش آه أندلس. أمه هبلك الظال لم يولد بعد، اصطفاه الغياب نبيا وأجل الولادة إلى يوم